فاكرين مسلسل اختيار كعمل وطني بعيدا عن تقييم الاعمال المقدمه النهارده؟ شايف ده ازاي؟ حاجه عظيمه طبعا، حاجه حلوه قوي قوي. انا فخوره بالعمل وفخوره بكل حاجه حاصله في المهرجان النهارده. يمكن بقالي برامج جلال رايك فيها؟ بحبه قوي، انا بحبه قوي. ليك في المقالب والكلام ده؟ انا احب المقالب. لو فوقت في مقلب بس لو انا في المقلب نفسه لا. لا هادي ولا عصبي ولا هيبقى رد فعلك هادي ولا مش عارفه ساعتها هيبقى رد فعلي ايه، بس ما اعتقدش ان هو هيكون عصبي لما اعرف ان هو مقلب يعني. بس هو الموضوع مخيف، الموضوع ما فيهوش هادي وعصبي. مين اكتر واحد او حد فرحتي ان هو طلع مع رامز وتأملك منه من صحابك؟ اكتر حد والله انا بعشق رامز، فاي حد هينتقم منه انا يعني مش هبقى في صفه بصراحه. شايف نجاحه على مدة 10 سنين او اكتر كمان، نجاحه لمدة 12 سنة والناس برضو ربطة رمضان. رامز جلال يا جماعة، رامز جلال اخونا وحاجة قمر، هو حاجة قمر وبجد بجد انا بحبه قوي. كلمة لجمهورك اخيرا تقولهم ايه؟ بحبكم قوي واستنوني في الاعمال الجاية وان شاء الله. ان شاء الله الجديد بقى يعني هو 10 اجزاء هيتعرض على المنصات ولا على محطات الفضاء؟ لا على المنصات. هو كل جزء كام حلقة؟ 10 حلقات؟ في عياط تاني ولا مفاجأة؟ مش هقول حاجة. يلا باي باي.